نشوى مصطفى. نشوى مصطفى، لان انا نشوى مصطفى وقفت جنبي انا لما اشتغلت في رحله حب. انا يا جماعه كنت اول مره بقف قدام كاميرا. نشوى كانت تقول لي مي انت عارفه دلوقتي احنا بعدسه كام؟ مي انت وقعتي ده، عارفه ده ايه كان حلق بتاعي؟ قلت لها ايه؟ قالت لي راكور. قلت لها يعني ايه راكور؟ مش عارفه حاجه، يعني شان داخله اول مره قدام الكاميرا مش فاهمه اي حاجه. كانت بتعلمني وانا شلت لها ده جدا. نشوى بالسينما ويسرى بالتلفزيون طبعاً علمتك؟ طبعا، لان هي اللي قدمتني في الفيديو، هي اللي وقفت جنبي، علمتني حاجات كتير قوي. اين قلبي؟ في اين قلبي؟ قولي لي انت ومنى شلبي شو صار؟ باللبناني بيقولوا انفخت الدف وتفرقوا العشاء. يعني من بعد الصداقه، يعني انه من بعد ما كان في صداقه هيك فجاه حسينا انه تلاشت ملامحها، في جفاء، في